بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهاردة هنتكلم ازاي نكريت ليست بالانجلر 6 ونعمل تكست بوكس سيرش في الليست دي. هنكمل في البروجكت اللي احنا اشتغلنا عليه قبل كده. هنكتب في الكومبوننت اللي اسمه هوم هنسميه داتا موديل. هنكري جواه فايل هنسميه امبلويز دوت موديل دوت تي اس. اول حاجة هنكري شكل الاوبجكت اللي احنا عايزين نرسمه اكسبورت. هنكري شكل الاوبجكت ازاي؟ هنكسبورت كلاس ونكتب اسم الكلاس ونكتب حلقه. دلوقتي هو عبارة هو اي بروبرتي هنا باي ديفولت از بابليك. هنا اسم البروبرتي وهنا التايب بتاعه string. عايزين مثلا نقول اي دي نمبر كده. لما انا اخد اكريت اوبجكت في الكومبوننت بتاعي من نوع امبلوي لازم يكون فيه ايه الكل البروبرتي دي. تعال نشوف. هنروح للكومبوننت اللي اسمه هوم دوت كومبوننت وناخد اوبجكت من امبلوي. هناخد كريتنا كده اوبجكت اسمه امبلويز وهنكتب اسم الامبلوي. دي ميزة ال Visual Studio Code، هو بمجرد اللي انا كتبت object اسمه employees من نوع employees هو already عمل import للموديل اللي انا كريته وهو جاب الباص بتاعه model data model employees dot model. انا عايز array فاول واعمل لها initialize بarray فاضي. في حاجة اسمها هنا في الكومبوننت دي ng onit ng onit ديت معناها لما البيج بتلود او لما باجي استدعي الكومبوننت ده هينفذ الكود اللي فيها. انا عايز insert data في الامبلويز كده. رسمنا الاوبجكت. هنيجي في ال HTML ونعمل table. هنديله class table عشان class table ده من bootstrap. هنكتب th ونعمل tr th. هنكتب هنا id ناخد copy paste first name مثلا last name tr. هنا بقى الحته المهمه اللي انا هعمل دلوقتي فور لوب على الاري على الليست اللي معايا الاري امبلويز وارسم الاوبجكت. هنكريت الموضوع ده ازاي؟ استريك ng4 equal let ونكتب اي object o of وناخد اسم الليست اللي احنا عايزين نرسمه كده. دلوقتي هو بيفور لوب على الامبلويز في tr. طب انا عايز كل tr يرسم td. الكيرل براكت بتوع الانجلر هنعمل تي دي ونكتب فيه كيرل براكت بتوع الانجلر ونقول او دوت اي دي. هاخد التي دي دي كوبي بيست
ونقول هنا الفيرست نيم، هناخد الفيرست نيم و اللاست نيم. عايزين نشوف الكلام ده، هنقول ان جي بيلت داش داش واتش، نشوف في بقى مشكلة في الكود ولا لا. بيبيلد وما فيش مشكلة، نرن البروجكت الـ MVC اللي احنا كنا كريتناه قبل كده. هنروح للراوت اللي احنا كنا كتبنا فيه اللي هو هوم، لقينا هو كريت التيبل ورسم التلاتة اوبجكت اللي فيه، ادي الفيرست نيم واللاست نيم. دلوقتي عايزين نعمل تكست بوكس فوق هنا انبوت، طيب تكست ng model equal first name. يعني ايه اللي انا كتبته دلوقتي؟ ng model وبين banana box ديت معناها two way binding، يعني معناها اللي انا لو انا عملت text box عايز بمجرد اللي انا كتبت هنا هيسمع هناك. اول حاجة نكريت ناخد first name وناخد ونعتبرها من نوع string. تعال نشوف، انا حاسس اللي فيه مشكلة. تمام، هو هنا بقى في ايشو حصلت، هو مش فاهم ال ng model يعني، فعشان عشان هو يفهم الموضوع ده لازم نيجي هنا في ال app.model وين سوري اسمها form module من angular forms، تمام، ونحطها في ال import. تمام كده، تعال نشوف ال error راح ولا لا. تمام، كتب في تكست بوكس. تمام، عايزين نفهم اكتر يعني ايه تو واي بايندينج. هنفتح كيرلي براكت ونكتب هنا فيرست نيم ونرن ونشوف يعني ايه تو واي بايندينج. دلوقتي انا هكتب هنا في التكست بوكس محمود، لاحظنا ايه اللي هو تو واي بايندينج، اللي هو كتب الاسم بمجرد اللي انا خلصت كتابه، مسحت الاسم اتمسح، كتبت بيكتب تو واي بايندينج. تمام، دلوقتي انا عايز في الانبوت انا دي ميثود اسمها سيرش، وهن امبلمنت الكود بتاع السيرش. هنيجي عند التايب سكريبت، ونعمل ميثود اسمها سيرش.
السيرش دي بتعمل ايه بقى؟ هتغير في الليست اللي تحت، ادي الامبلويز ايكوال سيس دوت امبلويز دوت فلتر، الفلتر دي فيها اوبجكت، الاوبجكت اسمه ريزلت، ريتيرن. انا عايز اسيرش فين؟ في ريزلت، في الاوبجكت اللي هو الفيرست نيم دوت، هنخليه تو لور عشان لو في حروف كابيتال يحولها لسمول. في حاجة اسمها دوت ماتش، دوت ماتش ايه بقى؟ الاوبجكت اللي انا السترينج اللي انا بكتبه اللي هو this دوت first name دوت to lower. تعال نجرب. عايزين نكتب تو، عمل سيرش لتوم، مسحنا لسه في توم. طب احنا عايزينه اول لما يبقى التكست فاضي يملى الليست بالاول مكانه، نعمل ايه؟ هنحط هنا اف this هنعمل this dot first name لا تساوي فاضي، نفذ الكود ده else if لو هي فاضية بقى first name equal equal فاضي، نعمل ايه؟ ننادي على الميثود اللي هي this dot ng on it. هناخد الكود ده كده copy paste، على نشوف ار رومان. اول لما همسح الار التكست بوكس هيبقى فاضي، المفروض يرجع التلاتة ايتم اللي موجودين. هو كده انا ده الميثود اللي اسمها ان جي اون التاني. لو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، شكرا.